السلام عليكم، شلون نتعامل مع الأسس والقوى لما تكون مرفوعة بهاي الصور المختلفة؟ هنا عندي 2 أس 3 والثلاثة مرفوعة للأس 2، يعني هذا الأس 2 هو فقط أس للثلاثة. إذن هنا 2 الأساس ينزل، وهنا 3 أسها 2 معناها 3 في 3 راح يصير عندي 2 أس 9. 2 أس 9 يعني 2 مضروبة بنفسها 9 مرات، وراح يصير عندي هنا 512. لاحظ هنا 2 أس 2 ومرفوعة لثلاثة، هاي الثلاثة هي فقط أس للثنين، إذن الأساس ينزل الثنين، وهنا الثنين أس ثلاثة، 2 في 2 في 2، إذن 2 أس 8، و2 أس 8 معناها 2 مضروبة بنفسها 8 مرات، وراح يصير عندي هنا 256. لاحظ هنا 2 أس 3 والقوس كله مرفوع للقوة 2، إذن هنا عند الرفع نضرب الأسس، راح أقول 2 تنزل، نقول 3 في 2 أس 6. 2 أس 6 هي 2 مضروبة بنفسها 6 مرات، إذن يساوي 64. نفس الكلام هنا، ما دام عندي قوس، إذن أستخدم القاعدة تقول عند الرفع نضرب الأسس، راح يصير عندي 2 ونضرب 2 في 3 أس 6 ويساوي 64.